باعتبارها المتهم الأول في حوادث الطرق، قررت الحكومة منع المقطورات من السير داخل المدن إلا في الفترة من 11 بالليل لغاية 6 الصبح. يا ترى سواقين النقل رأيهم إيه؟ من 11 ل 6 دي صعب، لأن إحنا محملين دي الحمولة دي عشان تنزل من عرضها العربية ما كفاش أقل حاجة 6 ساعات. دي عمالة بتنزل بإيديها، تنزل إزاي أقل من 6 ساعات؟ ده جرار ودافع موازين ودافع فلوس ودافع حاجات ياما عشان نخش اي حته نعتى، لان احنا مديونين وعلينا فلوس، لان كل صاحب جرار ماضي على جفه فلوس، على كوم فلوس ماضي عليها، يسد منين؟ دلوقتي يا بيه هو فرض عليا ان انا اخش البلد من 11 بالليل ل 6 الصبح، ما اقدرش ان انا اعتى الشغل السيراميك العربيه من 11 ل 6 الصبح، فرض عليا ميزان انا ما كنتش بدفع ميزان، عجل فرضاني ما كنتش بدفع ميزان، ست عجل ما كنتش بدفع ميزان، فرض عليا ميزان، يبقى انا هجيب ميزان وأجيب جهاز العربية منين في 6 ساعات؟ ما ينفعش، هتجيش عمري مش هتيجي، يبقى انا عاوز كده بيموتني. لا انا فصلت كومبيالي وكوز كاوتش، الكوز كاوتش النهارده عبي 11000 جنيه بنجيبه، 11000 جنيه بنجيبه، يبقى انا اسد النم 6 ساعات، يبقى انا هعمل انها بدل ما اعملها في يومين اثنين اعملها في 3 ايام. انا النهارده بمشي على الطريق، بيفرض عليا قانون ان انا امشي على الصحراوي، على الصحراوي بتاع اسكندريه بياخد بشيل الجانب، لو عربيته عطلت بياخد مني 6000 جنيه، لو عربيته عطلت وارمى عربيته على الاسفلت كده بياخد مني 6000 جنيه غرامه. ليه يعني؟ هو الاسفلت ده انا دافع عليه فلوس عشان امشي على الطريق، ما يغوش حد. ده انت حضرتك انا عامل في النقله ديت ميزان وكرك ب 800 جنيه يعني مش مستحمله، بس بنقول ايه العمليه ماشيه ونقله بتعوض نقله، انما ادفع 800 جنيه موازين وكرك في 3 4 ايام العربيه تنفذهم، لا قدر الله فرد الكاوتش ضربت، الدنيا دي كلها باظت معايا وكلها مديونه، ويعني اعتبر العربيات دي ماشيه رزق ناس ثانيه شغال عليها. انت بتحمل ايه؟ انا حضرتك شغال في الزلط وفي الرمل. رئيس الوزراء اصدر قرار ان الخضروات او المواد الاستراتيجيه والبترول هي اللي تمشي طول ساعات اليوم، انت ممكن تغير نشاطك؟ لا طبعا ما ينفعش حضرتك، انا بحمل وبقلب قلاب، ما هي دي شغلنا، ما نحملش اكتر من كده غير اي مواد خامات او اي مواد طبيعيه، اللي بالنسبه لمواد البناء هي دي اللي بنحملها، اكتر من كده ما ينفعش نحمل. حضرتك انا معايا دلوقتي عربيه ب 500000 جنيه، انا جايبها قسط عليها 30000 جنيه كل شهر، ده غير الكاوتش والكلام ده كله، ومعايا اربع ناس يعني اربعه سواقين شغالين عليها، اتنين بالليل واتنين بالنهار، فحضرتك الناس يعني خلينا انا راجل دلوقتي بتعب النهار ده قاعد هيشتغل منين؟ يعني حضرتك هيوكل عياله منين؟ بس حضرتك لو هو لاقي للناس دي وظيفه خلاص، احنا انا راجل كسحب عربيه اوقفها لو في وظيفه تبقى يوظفني، والله ما هشتغلها. هنشتغل من 11 بالليل ل 6 الصبح 5 ساعات، هنعمل فيهم ايه حضرتك الخمس ساعات دول؟ هما كتحليل مخدرات يحلوا لنا. حضرتك ما بتشربش مخدرات ولا اي حاجه، اهم حاجه بس يشوفونا بس مجال للشغل نشتغل. يا ريت يا سيد رئيس الوزراء تسيب الغلابه ياكلوا عيش عشان احنا على الله، والله من امبارح في النقله، وادعي لنا بالتوفيق وسيبنا في حالنا، ادعي لنا بالتوفيق وربنا يوفقك وعينك علينا. احنا ما سعداء بقراراتك بالنسبه للمخدرات، ابعد عننا وخليك في المخدرات وربنا يوفقك. حكومة مهندس إبراهيم محلب بترى أن أفضل وسيلة للحد من حوادث الطرق البشعة واللي بتزيد بمعدل متسارع خلت مصر تحتل المركز الأول في حوادث الطرق عالميا، بترى هو في النقل الثقيل. علشان كده الحكومة طلعت قرار بحظر أو تحديد ساعات معينة لسيارات النقل تدخل بيها عواصم المحافظات. في هذه الفقرة برحب بضيفي الأستاذ محمد عبد المنعم المتحدث باسم أصحاب النقل الثقيل، أهلا بك. أهلا بك. ومعايا على التليفون السيد اللواء سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. مساء الفل سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، وتحياتي لحضرتك ولضيفك والسادة المشاهدين. عاوز أعرف من حضرتك إيه هو تفاصيل القرار اللي واخداه الحكومة، لأن في التباس عند الرأي العام، القرار طلع ما طلعش، هيطبق هيتم التراجع عنه، يا ريت تقوله لي حضرتك كمسؤول. القرار يا فندم اللي موجود حاليا وبيطبق اعتبارا
من السبت النهارده، ده القرار اللي هو كان موجود وكان القرار القديم اللي هو كان بيحظر السير في المدن في فتره الصباح اللي هي فتره الذروه اللي فيها حركه المرور عاليه. لما حصل الحادثه بتاعه البحيره اتخذ قرار بالحظر على الطرق السريعه طوال فتره النهار. طبعا احنا ما نقدرش نستغنى لحظه عن جهود اسطول النقل بتاعنا، اسطول النقل المحترم بالسواقين بتاعه اللي يعني معلش اللي هم اللي انا اخطر بيهم، حتى لو كان في قله صغيره لها مخلفات، ولكن نقول السواد الاعظم فيهم الغالبيه بتاعتهم بتؤدي خدمه وطنيه للبلد، وهي بتنقل 98% من حجم النقليات في مصر، وبتعوض العجز الشديد في السكه الحديد او في النقل النهري او في مناحي اخرى في الدوله. فلازم ما نقللش الدور اللي بيعملوه، ولازم نشكرهم عليه ونشجعهم. طيب القرار اللي اتاخد حضرتك ده قرار تنظيمي قديم موجود، الناس بتتحرك زي ما هي عايزه على الطرق السريعه، بتتحرك بنظام. انا تملي بقول سائقي الشاحنات سائقين محترفين، هم بس احنا عايزين يظبطوا يلتزموا بالحاره اليمين، يلتزموا بالسرعه المقرره وبالحلول المقرره. وانا اراهن وانا متاكد ان لو حصل الثلاث حاجات دول ان شاء الله مش هيحصل حوادث منهم. ويعني معلش الحوادث بتحصل من عدم الانضباط المروري، سواء اذا كان من الشاحنات او غير الشاحنات. بتاع الشاحنه غالبا بيبقى معاه حموله وبيبقى مش عايز يجازف، فيعني خلينا ما نخصهمش بالحوادث. احنا يمكن حضرتك الحوادث اللي فاتت وروعه المواطن المصري هنلاقي حادثه واحده بس هي اللي كان فيها في شاحنه، حادثه واحده وكان شريك فيها الاتوبيس. فمش عايزين نفوكس او نحملهم وزر هم ليسوا طرف فيه. طيب حضرتك ليك تصريح بانه ممكن التراجع عن قرار حظر سير النقل في المدن لو ثبت ضرره، هل ممكن الحكومه طبعاً فعلا تتراجع عن القرار؟ طبعا طبعا لا شك. انا احنا النهارده استاذ محمد احنا يعني وانا كعضو في المجلس القومي لسلامه الطرق، للسلامه على الطرق، حضرتك احنا بندرس دلوقتي حلول اللي هي بقى مصر تعيش عليها زي ما بيقولوا، اللي هي مستدامه يعني وسريعه وعاجله وكل حاجه، بس هي الحلول الصح. النهارده انا دلوقتي بنحاول او شغالين جامد ان احنا ندخل نظام اللي هو بنسموه الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم، نظام النقل الذكي اللي هو نظام المراقبه بالكاميرات لكل حركه النقليات على الطرق. هذا النظام الحمد لله يمكن في شركات عرض تطبيق النظام على كل الطرق المصريه بدون تكلفه علينا. ان شاء الله باذن الله ربنا هيسهل وهنختار احد العروض دي ان شاء الله، وفي عرض مرشح بقوه من النمسا، وده ان شاء الله يمكن اعتقد لو قبلناه هيبقى ده حضرتك هيدينا نظام وهنلتزم بالنظام. طب عفوا مش كان الاصل الاول ندرس القرار قبل ما نطلعه؟ هو برضه حضرتك استاذ محمد انت عارف بيبقى فيه حاجه اسمها اداره الازمه، واداره الازمه بينتج عنها قرارات عاجله لتصحيح الوضع او لتسكين الوضع او لتقليل الضرر. انا اعتقد ان الحكومه خدت هذا القرار كاجراء عاجل يؤدي الى ضبط مؤقت للوضع في الشارع المصري، ثم بعد كده يبقى في مراحل جايه قريبه جدا. واعتقد زمايلنا في المرور اللي هو مدحت ريطم وكان قال ان احنا بنراجع الوضع يعني على مدار الساعه، ولو لقينا اي حاجه تحتاج تعديل هنعملها، لان المصالح مشتركه يا استاذ محمد. نعم احنا محتاجين النقل لا شك، مين احنا ما نقدرش نستغنى عن النقل لحظه واحده عشان بس الناس ما تفهمش غلط. احنا محتاجين الشاحنات، الاستثمار في الشاحنات والاستثمار في مجال النقل يزيد عشان ده مستقبلنا ومستقبل التنميه، ومحتاجين الانضباط. طيب ازاي الهيئه ترد على دعوات بعض سائق النقل باضراب النقل الثقيل، بيدعوا لاضراب؟ يا فندم دي اشاعه مغرضه من جماعات مغرضه هدفها انها تضر او انها تعمل خلل في الامن. احنا الحمد لله وصلنا لمرحله حلوه فيه،
وبدات التنميه تدب في عروق الوطن، بدانا نشوف مشروعات موجوده. انا واحد من الناس عندي فوق ال 600 مشروع شغالين حضرتك، يعني معلش مش عايزين نقول بسم الله الله اكبر، يعني ما نحسدش نفسنا، المشروعات في كل مكان. فطبعا هذا الكلام لا يروق للبعض اللي هم ما بيحبوش مصر. طيب هل الحكومه او الحكومه وحضرتك ما فكرتوش ليه تقعدوا مع سائق النقل؟ مين قال كده يا فندم؟ احنا على علاقه وطيده بسائق الشاحنات، وانا لسه مكلمني سواقين الشاحنات النهارده، وهم عندي بكره مجموعه كبيره من سواقين الشاحنات جايين لي، وهم اللي طلبوا يحطوا معايا، وانا محتاج اقعد معاهم. طيب تواصل على فكره بقى لنا شهرين ونص. طيب اسمح لي، انا معايا الاستاذ محمد عمنا متحدث باسم اصحاب النقل الثقيل، عايز بس يتدخل مع حضرتك. اتفضل استاذ. سياده اللواء مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حضرتك كنت دعيتنا قبل كده لورشتين عمل في هيئه طرق كباري. تمام يا فندم. حضرتك دلوقتي على اي اساس اتخذ القرار اللي هو عدم سير النقل داخل المدن من 11 ل 6؟ هل في مدينه في مصر ما فيهاش منطقه صناعيه او ما فيهاش مصانع؟ لا طبعا في مدن فيها مدن صناعيه، كلام حضرتك مظبوط، واحنا اتكلمنا في هذا الموضوع وهيحصل مراقبه لتنفيذ القرار. لا سياده اللواء انا بسال سؤال محدد، انا بقول لحضرتك دلوقتي هل في ما فيش مدينه في مصر ما فيهاش منطقه صناعيه او مصانع؟ انا دلوقتي لو التزم السواق ومشي على الطريق الصحراوي او الطريق الزراعي انت فاتحهوله، طب هو داخل طنطا او داخل القاهره او داخل اي مصنع ايا كان، وصل العصر وصل الظهر وصل اي ميعاد، هيفضل راكن على الطريق لغايه 11 بالليل، يخش المصنع يفرغ الصبح حمولته، يفضل راكن الصبح عند المصنع ويطلع الساعه 11 بالليل تاني يوم؟ معاك حق يا استاذ محمد، معاك حق، في بعض الامور هتستلزم التعديل، وانا اعتقد ان احنا كلنا مرنين، يعني اعتقد قيادات المرور سامعك دلوقتي وهم متابعين كل البرامج، واعتقد ان اي مشكله هتحصل هيبقى معاها تعديل فوري معاها. تمام يا سيدي. يعني ما بنوسعش مجال الفساد يا سياده اللواء. احنا دلوقتي لو احنا حضرتك قلت او بينزل منشط ان المواد الغذائيه هتدخل المدن، طب احنا دلوقتي المواد الغذائيه والمواد التانيه ده هتعمل فيها ايه يا سياده اللواء؟ استاذ محمد خلينا احنا بكره مجتمعين، وانا واللي هو مدحت قريطم اعتقد اللي هو والناس بتوعه متابعين كل الكلام ده دلوقتي، وبيتعمل تقييم، انا مش عايز اقول على مدار الساعه، اعتقد في تقييم على مدار الساعه شغال، واعتقد لو في اي تعديل هيتعمل. خلينا اقول وجهه النظر اللي انا اطمنك بيها، احنا مقتنعين ان النقل منضبط وقابل للانضباط، وانتوا قلتوا ان احنا مستعدين نمشي بالحموله ونمشي باليمين، انا مش هنكر الكلام ده، ده احنا بنتمناه جدا. تمام تمام. طيب احنا مش مختلفين، احنا اول ناس سياده اللواء بنقدم لحضرتك وبنقول لحضرتك، انا حاططها حتى في المذكره اللي انا قدمتها لحضرتك في تاني ورشه عمل مع الدكتور علي، ان فيها تاني بند كنت بطلبه من حضرتك اللي هي تفعيل قانون الحموله المقرره وازاله الطين الزائد. طيب قلنا كيفيه حضرتك تفعيل هذا القانون، قلت برضه لحضرتك ان انا يعني ممكن نختلف انا ووزير النقل، ان احنا ممكن حضرتك تقول لي ان الاسطول النقل اللي موجود لا يكفي، وانا هقول لحضرتك يكفي، ولذلك ان انا قلت ان احنا ممكن نعمل المرحله انتقاليه لمده 6 شهور او 8 شهور، بحيث ان حضرتك ما تقولش القرار وترجع فيه تاني. استاذ محمد انا معاك في الكلام اللي بتقوله، مش ضده خالص. هقول لحضرتك حاجه. اتفضل. احنا مجتمعين يعني ان شاء الله الاسبوع ده، ويمكن في زمايل ليك جايين لي بكره، اتمنى تيجي حضرتك معاهم ان شاء الله. الاستاذ جمال عون اللي هو شيخ السواقين بتاع كفر الزيات والغربيه، حضرتك اعتقد تعرفه. اكيد. يا ريت حضرتك تمدعه عندنا، احنا بنقعد مع بعض عشان نفعل الجزئيه بتاعت الرسم الموحد على الحموله اللي احنا كنا بنتكلم عليه. تمام. حتى لا يستغل الناس سائق الشاحنات، وحتى نسهل يعني بكره في اجتماع سياده اللي هو حضرتك هتحضره؟ في اجتماع مع السائقين، هم طلبوه مني وانا مرحب بيهم. طب اسمح لي نتواصل مع حضرتك بكره ونشوف برضو الدنيا راحت فين. انا بشكر حضرتك سياده اللواء سعد الجيوشي رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري. خلينا ارجع لك بقى استاذ محمد، ايه ملاحظاتكم على قرار الحكومه؟
انا بس عايز اوضح لحضرتك وللسيد المشاهد يعني ايه نقل تقيل. نعم قول لنا. النقل التقيل ده بيمثل كام في المية؟ بيمثل تقريبا من 97 ل 98% النقل البري في مصر بحاجة. نعم. ومن 2 ل 3% نقل نهري وسكة حديد. نعم. فالنسبة دي النسبة عالية جدا لطبيعة الجغرافية بتاعت الدولة. ال 97% اللي بينقلهم النقل البري لو حبينا نحصر فيهم هنلاقي من 7 ل 10% دي شركات كلها خاصة و 90% افراد. يعني ممكن تلاقي في العربية الواحدة 3 أو 4 شركاء فيها. طب عفوا كم سيارة نقل في مصر؟ كم سيارة في مصر؟ يعني حوالي 120,000 120,000 سيارة عربية بمقطورة وتريلا. يعني كده شغال عليها 120,000 سائق؟ لا شغال عليها اكتر من 240,000 لان العربية بيبقى عليها 2 سواقين. العربية بيبقى عليها 2 سواقين واثنين تبعين. واثنين تبعين 4 في 120 ده نص مليون. تمام. صاحب العربية ممكن يكون في العربية الواحدة 4 شركة فيها. نعم. يعني انت بتتكلم كمان في نص مليون واحد ادي مليون. تمام. والعاملين عليها بقى والعاملين اللي هي الورش والحاجات دي كلها ما هي طبعا يعني انت بتتكلم في نسبه كبيره 2 3 مليون تقريبا مستفيدين من حركه النقل. طبعا بعيدا عن الدور الاقتصادي اللي بتقوم بيه سائق النقل او العربيات النقل. الخلاف استاذ محمد مش على دوركو، الخلاف على يعني ملاحظات انا عايز اقول لحضرتك الممارسات اللي بيمارسها بعض سائق النقل استاذ محمد. ان هو تلاقيه عمال يعمل غرز وهو فاضي، بيتجاوز السرعه، بيمشي في الشمال، بعضهم بيتعاطى مواد مخدره. تمام. طب احنا عايزه الدوله تعمل انضباط. تمام تمام. واحنا مش ضد الانضباط. لا ده احنا اول الانضباط، احنا اول. يعني انا عايز اقول لحضرتك هي المشكله انحصرت في السواق دلوقتي. مشاكل مصر كلها انحصرت. يعني هو الدوله لما تهتم بحاجه يعني لا ما تهتميش. انا ما فيش مشكله ما تحلل له المخدر اللي باخد مخدر، لو حتى في سواق ما فيش سواق وصل للادمان. لا مخدر اللي هو بس لو ساق وهو ضرب كده يعني بس ما وصلش للادمان يا استاذ محمد. احنا بنلاقي الشو الاعلامي اللي انعمل ده على السواقين الشو اعلامي مهين. ايه المنظر ده اللي برنامج ابص الاقي سواق انا بشرب حشيش بقالي 30 سنة والتاني الترامادول ليه كده؟ طب هم ضربوهم إيه على ايديهم؟ طب ليه وقالوا لهم هو السواق ده من مجتمع تاني ولا من نفس المجتمع؟ ما انا طب ما انا اعالجه سيديله فرصة اخد منه عينة، ولو طلع فعلا بياخد مخدر اشوف المخدر ده بيطلع من جسمه في كام يوم، اسحب منه الرخصة، اسحب منه الرخصة واديله ايصال مثلا شهر ونص شهرين، ايه المشكلة؟ طيب ولو لقيت عندي مخدر تاني برضه بتعاطى لسه بتعاطى او عايز توقف الرخصة وقفها، عايز تسجله اسجله زي ما انت عايز. طب ايه ملاحظاتكم كرابطة سائق النقل الثقيل؟ احنا ما عندناش رابطة يا استاذ محمد اصلا. نعم. ما حدش بيسمح لنا برابطة. مفيش حد يعني المليون واحد دول مالهمش اي ولا نقابه ولا رابطه ولا اي حاجه خالص نهائي. قدمتوا طلب وسط الهوجه اللي كانت حاصله في الثلاث سنين من 2008 واحنا في مشاكل واحنا في من 2008 واحنا حكومات ما بتسمعش. عملنا اضراب في 2008 وعملنا اضراب في 2010 وعملنا اضراب في 2012. هو احنا عايزين نضرب؟ احنا عايزين مشاكل؟ احنا شريك اساسي في هذا المجتمع. يعني لما تبص لحفر قناه السويس دي ايه راي حضرتك في المشروع ده؟ ده مشروع قومي. طيب مين اتنقل منه كام دلوقتي؟ مش ما يقرب من 120 مليون متر. مين اللي حفره؟ مين اللي نقله؟ اللي نقله سائق النقل. مش اللي حفره سواق اللودر. طب ما احنا مش معترضين على دوركم. هنطلع نهاجمه بالطريقه دي يا ده اللواء سعد الجويشي بيقول دول ناس احنا بننقل 600 مليون طن سنوي. ما يقرب من 600 مليون طن سنوي. اللي هو سعد بيقول ان هو يلتزم بالحموله المقرره ويمشي في اليمين. طب ما ده احنا ده الورق اللي احنا مقدمينه من سنين. ان احنا عايزين نمشي بالحموله المقرره. طب ما هيدي الطريق ان يمشي في اليمين. اركب حضرتك عربيتك انت الملاكي. لا بصراحه لا استاذ محمد بيبهدلونا على الطرق يا استاذ محمد. احنا عايزين نقول بس استاذ محمد مش عايزين نتحمل زاد عن اللازم. مش عايزين نحمل الناس دي اكتر من اللازم يا سيدي. بقول لك البعض بس ده بيحصل. تمام. اركب انت عربيتك الملاكي من القاهره لاسكندريه، شوف انت هتعاني قد ايه بعربيتك الملاكي. بعاني كتير. طيب شوف السواق النقل اللي ماشي بقطر سكه حديد ده هيعاني قد ايه. هو اللي مش ملتزم سواق النقل بس
انما سواق الملاكه ملتزم. يعني انت شايف ان الكل تطبق عليه قاعده الالتزام؟ كله طبعا. طيب اكيد. تعال علشان نشرح برضو للساده المشاهدين والحكومه. اتفضل. القرار لما يتقال من 11 ل7 هو لستة. بس هو قال ده بالنسبه للقاهره الكبرى فقط، بس سمح انك تدخل الـ لا داخل المدن داخل. هو فتح لك الطرق كلها، طريق الزراعه الصحراء وتمشي تمشي بس ما تخشش اي مدينه الا من 11 بالليل ل6 الصبح. تخش 11 بالليل تطلع 6 الصبح. وثم قال لك كمان انا مستثني المواد الغذائيه، ادخل في اي وقت مش كده؟ تمام. طب والغير المواد الغذائيه؟ افتح باب للفساد تاني يا استاذ محمد؟ يعني البلد عايزه يعني محتاجه قصدك ان انا كسواق نقل لو غمست اي حد بس خلاص انا مش عايزه يعني هي البلد ناقصه فساد. انت قصدك هذا القرار يفتح باب للفساد؟ اكيد طبعا. والرشوة. ما فيش مدينه في مصر بالكامل ما فيهاش منطقه صناعيه. هات لي قول لسكول لاي مدينه ما فيهاش منطقه صناعيه. طيب تقول ايه برضو للمشاهد اللي بيشوفنا وهم اصحاب سيارات الملاكي مبسوطين من القرار؟ اكيد طبعا لازم يتبسط. اكيد طبعا، لان هو الطريق اصلا ما يشيلش ملاكي بس، يعني الطريق اللي موجود حاليا من كام سنه الطرق. يعني انت كده بتقول ان الازمه ازمه الطرق؟ طبعا اكيد، واللي هو سعد الجيش عارف الكلام ده. نعم. مع العلم ان احنا في طفر الطرق دلوقتي وتوسيعها، انما فعلا الطرق انت ما عندكش طرق مناسبه خالص. طب وانتوا سواقين نقل وماشيين على الطرق، ايه افضل الطرق اللي بتمشوا عليها؟ الطريق العين السخنه مثلا بس؟ السخنه، طريق الجيش بتاع الصحراوي بتاع النهارده اسيوط الغربي. اسيوط الغربي بس بعد كده بقيه الطرق اخبارها ايه؟ يا استاذ محمد طريق مصر اسكندريه الصحراوي اللي بيحصل عليه النهارده السواقين كلها واصحاب العربات هربوا من الطريق الصحراوي مصر اسكندريه الصحراوي. ليه بقى؟ ونزل الزراعي. احنا انا يعني بامانه وبصراحه احنا عايز يعني حاسين ان احنا عايشين في دولتين. دوله اسمها هيئه طرق كباري ودوله اسمها الجيش. ليه يا بمعنى ان انا عربيه دلوقتي بتخش المينا بتحمل وتفر اي مكان، تحمل حبوب غل قمح زي ما كان، بتدفع الهيئه الطرق كباري على الطن الزائد 23 جنيه، بتدفع 1000 جنيه، بتدفع 700 جنيه باقساط، لون يمشي بيها 24 ساعه على اي في اي حته في الجمهوريه. بيطلع عند كارته العمريه بيقف الجيش بيوقفه وبياخد منه تاني فلوس. بقول له انا ماليش دعوه باللي انت دفعته لهيئه طرق كباري. طيب انا بس معايا زميل ليك عبد الفتاح من اسكندريه في محمود من القليوبيه، اتفضل يا استاذ عبد الفتاح. ايوه يا باشا. حضرتك سائق نقل؟ ان شاء الله. طيب ايه ملاحظاتك او ايه طلباتك او مداخلتك؟ باشا انا الصبح داخل اسكندريه معايا عربيه ثلاث ارباع، اللجنه واقفه في مدخل سموحه، خدت اكثر من 40 عربيه. واخدة رخص كله ويقول لك صرف الممنوع. فاحنا كان ذنبنا ايه؟ فبكلم الضابط بقول له السير ممنوع على النقل الثقيل. قال لي لا مواعيد اتحدد على كلمه نقل، والنقل كله لازم يتاخد. احنا كده اتظلمنا في الموضوع دوت الصبح. المخالفه النهارده في القانون الجديد اللي هو عاملها هتعدلها باكثر من 1000 جنيه. واحد ابو عيال زيي في كليات، ثلاثه في كليات، اعمل ايه واجيب له منين؟ ولا اصرف على العيال ولا اصرف على البيت؟ هذه مشكله امام الحكومه وامام اللواء سعد الجيوش. محمود من القليوبيه اتفضل. محمد اهلا بحضرتك. دلوقتي الحكومه بتطالب بحقها في سير سيارات النقل، تمام حضرتك؟ نعم. طب انا كسواق بدفع نقابه وزماله وتامينات، تمام ساعتك يا استاذ محمد؟ نعم. فين حقي بعد ما اجي اطلع معاش مثلا؟ هات لي سواق خد حقه من النقابه او سواق ليه مستشفى تبع مثلا السواقين او السواقين البري، تمام حضرتك؟ السواقين دي كلها مثلا لما بنحس بيحصل غلطه بتاخد بقى انت الحسنه بتخص والسواقين بتعم حضرتك؟ يعني الحكومه بتطالب بحق، فين حقنا احنا كسواقين؟ اللي هو ايه حقك؟ حق في النقابه والزماله مستشفيات حضرتك. انا حصل لي حادثه. انا حصل لي حادثه وقع عليه ازاز عمال. يبقى انتوا بتطالبوا بنقابه تمثلكم جميعا. تمام. فين حقنا؟ تروح المستشفى تتدرين يا باشا في الشارع وما تاخدش حق. نعم. انا بشكرك محمود. يبقى دي مطلب تاني. انا عايز منك في دقيقتين. اتفضل. علشان احنا هذا الموضوع هيتفتح مره تانية وثالثه لان انا هتابع اجتماعكم بكره وكده. قول لي ايه هي ملاحظاتكم على هذا القانون ثم ايه اللي انتوا عايزينه؟ يعني واحد اتنين تلاته. لا ملاحظات. اصل القانون لازم يسري عشان نحترم دوله القانون.
طيب ونقول ايه التعديلات. هو القانون ايه يعني؟ ايه قانون يسر ان احنا لازم خطأ. نعمل عمليه ضبط. ايه القانون يا استاذ محمد ان منع السيارات من 11 ل 6 يعني تدخل من 11 ل 6؟ ما انت بقى يعني لا مش في لازم قانون ده مش قانون لازم ايه ملاحظاتكم؟ ما انا بقول لك اهو ما هو لازم يطبق قانون ان انتوا لازم تمشوا على اليمين ما تمشوش على الشمال. طب يعمل تحليل تمام. دائم على المخدرات تمام. الوزن الزائد اللي بيبوظ الطرق و و و الى اخره. انتوا ايه ملاحظاتكم 1 2 3 فيما يتعلق من 11 ل 6؟ هل نفتح الباب يدخلوا المحافظات في اي وقت؟ في اي وقت في اي وقت لان انت دلوقتي يا استاذ محمد انا بقول لحضرتك احنا بننقل 600 مليون طن سنوي. انت بالطريقه دي انت ما تفتح له 7 ساعات او 6 ساعات بس داخل المدينه عشان يخش يفرغ ويطلع يعني انت بتضاعف انت دلوقتي النقل يا استاذ محمد. ده النقل لما تنعمل في يوم هتنعمل في 2 اللي هتنعمل في 2 هتنعمل في 4 وفي نفس الوقت بقول لك الاصول النقل ما بكفيش. يعني ما بنيجي احنا بنطالبهم بتفعيل قانون الحموله المقرره ازاله الطن الزائد بقول لك انت ما عندكش اسطول نقل. ازاي انا ما عنديش اسطول نقل؟ احنا لا بنطالب احنا كدا. محتاجين سيارات نقل اكتر؟ لا طبعا احنا محتاجين تفعيل القانون. انت بتدور دلوقتي احنا بتقول انتوا دوله قانون. فين هي القانون اللي هو اساسه ازاله الطن الزائد؟ احنا بنطالب بكده. يعني انت شايف لو تم تطبيق القانون ان سيارات النقل تمشي على اليمين، قياس المخدرات عند السائقين تمام، الرخص تكون ملتزم بيها تمام، الطن الزائد يتم الغائه، لو طبق ده شايف ان احنا نفتح الباب وانهم ان سائق النقل يدخلوا المدن ده 24 ساعه اي صاحب عربيه نقل نعم بدون استثناء نعم اي صاحب عربيه نقل. احنا مش ضد القانون ولا احنا ضد التطور، احنا بنطالب بكل ده يا استاذ محمد وبنطالب بلجنه تتشكل من اصحاب الخبره واهل العلم ومصلحة الوطن، يبقى المثلث كده اكتمل. نعم. تجيب من أهل الخبرة نفسهم. اسمح لي إن دي تكون إطلالة النهاردة، إحنا بنفتح بس الموضوع. في مشكلة تانية برضه أستاذ محمد، اللي هي موضوع المقطورات. موضوع المقطورات. ده يستحيل إلغاء موضوع المقطورات. طيب، أنا طالب بعد حضرتك ما تقعدوا مع اللواء سعد الجيوشي وهو هيشرفنا هنا تاني وحضرتك ونجيب عدد من سائق النقل نقعد ونفتح هذا الحوار ويكون أيضاً في مداخلات. ونخصص فقرة أكبر. أنا النهاردة كنت حبيت أوضح للسادة المشاهدين إطلالة إيه هو هذا الموضوع وإيه الملاحظات، لأنه لسه هيتفاعل والحكومة هتقعد معاكم أكتر. نعم لنا بس كلمة بسيطة بس اتفضل محمد للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الدولة فضل. يعني بلاش انهيار هذه المنظومة. لا ما ينفعش، ما هو مش هيبقى في انهيار. أنا بشكر حضرتك ضيف الكريم أستاذ محمد عبد المنعم المتحدث باسم أصحاب النقل الثقيل. بعد الفاصل في الفقرة الطبية اليومية بيشرف لي دكتور مجدي جمال أستاذ طب وجراحة العمود الفقري بجامعة عين شمس، ويظل برنامج مساء الخير يتابع موضوع النقل الثقيل وقرارات الحكومة.